انا فرحان بالدخول المدرسي، وهاد المبادره هادي راهي مزيونه. مع الدخول المدرسي فرحت بزاف، ومهم شفت الاساسيد وتعرفت عليهم، وما شاء الله تبارك الله راهم مزيانين والاساسيد مزيانين وتعرفت عليهم مزيان. الاساسيد الله يرحم راس سلعه. الاصدقاء ديالي تما مزيانين الحمد لله، اصدقاء طيبين وما كيعملوش شي حاجه فيها الشر. المهم الحمد لله مزيان، ان شاء الله يكملين بيهم، ان شاء الله ينجحوا، المهم تكون مبادرة جيدة إن شاء الله. الله يخلي لي الوالدين ديالي والله يدخلهم الجنة، وإن شاء الله يكونوا أهل الجنة يا رب العالمين وجنة الفردوس. فرحان بالدخول المدرسي وتعرفت على الأساسيد والأصدقاء ديالي، وكنقول لهم الله ينجحهم. الرسالة ديالي للتلاميذ الله ينجحهم ويوفقهم. نتمنى أنني ننجح ونفرح الوالدين ديالي ويا ربي يدخلهم جنة الفردوس. حنا مساكنة ديال هاد الحي، تلامذة وليداتنا كيقراو هنايا، وفرحنا فرحة كبيرة بلي حالونا المدرسة. هذا كانت واحد الوصف شعور لا يوصف. وبالنسبة للمتطلبات كنطلبوا من النيابة العامة تشوفنا في مؤسسة من ناحية ديال السور اللي ما كايناش، السور عندنا مايل من القاع، وتشوفنا بالنسبة للمراحيض بصفة خاصة لأن في حالة يرثى لها، وبغينا يتكلفونا تكون عندنا شي منظفة خاصة بالنسبة للمراحيض، لأن وليداتنا كيمشيو راه ما كايناش اللي كيقابلو، فهمتي، ما كايناش الشروط اللازمة اللي غادي تكون بالنسبة للحماية ديال التلاميذ. وبالنسبه للتلاميذ الحمد لله كيقراونا مزيان، عندنا في الاقسام يعني التلاميذ ما كاينش داك الاكتضاد. بالنسبه للاساسيد، الاساسيد في المستوى معنا ما نقولوا فيهم الصراحه، الله عمرنا ما شفنا شي مشكل لا من الاساسيد ولا من الاساسيد، الا بالاخص ملي شادونا هذه المؤسسه، والحمد لله بالفضل ديال الاباء والاولياء التلاميذ والسيده زكيه اللي كنشكرها من هذا المنبر، هي اللي وقفت معنا هذه الوقفه ورجعنا التلاميذ. ودابا الحمد لله هادشي اللي كنطالبوا من النيابه غير باش يشوفوا لنا المشكل ديال السور ومشكل ديال المراحيض بصفه خاصه. الرساله ديال الوليدات كنتمنى انهم يقراوا باحسن الظروف، يكونوا عندهم هذيك بحال اللي كنقولوا حنايا الموهبه ديال القرايه وداكشي، والاساسيد يوقفوا معنا وان شاء الله نشوفهم باحسن الظروف وباحسن المساويات اللي كنطالبوا حنايا الوالدين. احنا فرحانين بزاف باعاده افتتاح هذه المدرسه 9 ابريل اللي قرينا فيها كاملين بينا، واخا ما بصرنا شي مستوى ولا هذيك، مهم تربينا فيها اللي نقولوا، كانوا تبارك الله الاساسيد بحال الوالدين ديالنا، وكانوا فيها ناس مزيانين، والحمد لله بجهد الله وبفضل الله والاولياء الامور التلاميذ واخت زكيه بتحلت هذه المدرسه، حيت كاين بعض الناس ركبوا على الموجه وقالوا حنا اللي فتحت احنا هذه المدرسه ما كاين ما هادشي والو. وانا كنقول لك والتلاميذ بيدهم اللي غاوتوا على حقهم هما اللي جابوا افتتاح هذه المدرسه، والاعلام كنشكروا الطنجاوي اللي كان معنا من البدايه وفي الجامع وهذه، وكنتمنى حتى الجامع تحل ان شاء الله يا ربي. التلاميذ الحمد لله مدرسه قريبه والله يوفقهم كاملين بهم ان شاء الله يا ربي، وهذه المدرسه خرجت الاساسيد وخرجت محاميه الحمد لله بعد تحلات المدرسه، حيت وليداتنا كنا نديهم مسافه بعيده، كاين الوالدين اللي خدامين، كاين الامهات الاباء، كنا نجبروا مشكله كبيره الصراحه، الامكانيات ديالنا ما كتسمحش بهذا التنقل. الحمد لله اللي تحلت المدرسه، وليداتنا فرحوا، حنا فرحنا، وكنتمناو ان شاء الله تستمر يعني ما لا نهايه، ان شاء الله يديموا الامان امد. حيتاش كاين الناس دراوش الله يحسن العوان كاينين موجودين، يعني المدرسة قريبة، الحياة كامل واقيلة في هذه المدرسة هي اللي فيها. أي الأساتذة المدرسة كنتمناهم ياخذوا هاد الآباء الأولاد بحال ولادهم ويتهلاو فيهم، وإن شاء الله يكون خير إن شاء الله يا ربي، والحمد لله الحمد لله بعد تحلات المدرسة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.